اروح عندك انت. لا ما جرب لك ياك ورجعته ما فماش ما تهز مش الكاس لكن مو عندنا جوز وقت قلت لي باش نهز فتح يشوف هاي الصغيره هاي هاي هذاك هو على حسب لا اش عاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاة وأتم تسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نبدأ على بركة الله تعالى لحفظنا لسورة الروم. في هذه الحصة نتعلم من الآية الأولى إلى الآية رقم 20 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إذن أربع آيات باش نعاودوهم. ألف لام ميم غلبت أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من رحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح رحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن أعطينا البلاد أخرين مصرفين فيها السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس لكافرون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يقولون ألف في أدنى الأرض وهم من بعد
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الهمزة وآثاروا، البعض هقراها صحيحة والبعض قراها غالطة، ما نقولوش وآثاروا، وآثاروا الأرض وآثاروا، ما نمدوش الهمزة، نعاودوا هاي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان يظلمون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها بالبينات فما كان الله ليظلمهم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون نسمعها بالباهي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يستهزئون ثم كان عاقبة الذين كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون المجرمون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون الله يبدأ الخلق ثم يعيده
مجرمون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ويوم تقوم الساعة أي يقول ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون إلى يحبرون ويوم تقوم الساعة وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء وحين تظهرون وأما
ما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد يرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك من عذاب محضرون فسبحان الله والأرض وعشيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يخرج الحي موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله زئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم
بشر تنتشرون ومن من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جزاكم الله كل خير. ننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية. مرحبا. أي شكون عنا توا؟ أي بسم الله. رقم 27 227. تفضل. اي تفضل. مرحبا بك. عليكم السلام. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي. ألف لا مش ما قولوش ألف. ردوا بالنا من هذه خطأ شائع بين الناس، يقولوا هكا ألف لف. لا أليف آلي، ما هيش ألف لف. في القرآن ثمش لفان، ثم استقامة، اللفان لا. ردوا بالكم لف في حاجات أخرى القرآن. لا ما تقوليش ألف لف ألف. ريت الفرقة ألف. قولوا ألف ألف. رد بالك تقولي ألف لف. لا ألف ألف ألف. أكسر اللام. ألف ألف ألف. الخطأ ألف لف. لا ألف ألف ألف. لام ألف لام. نعم ألف لام. يقولها وحدك، عودها من الأولى. ألف لام باقي ألف. لا بكسر قد ما تنجم. شو آلي بين ألف 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 ألف. أفصح ألف ألف لام. باقي تحتاج إلى دربة. ألف ألف لام. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم ما قولوش في أدنى الأرض. في أدنى الأرض شعمل في الهمزة فخمها. في أدنى الأرض الآ الرق الهمزة. في أدنى الأرض وهم. نعم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم ما قولش وهم. وهم قداش من حرف فخمه؟ الواو والهاء والميم، بينما هم ثلاثة مرقين. وهم وهو وهم من بعد غلبهم. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لا أقرب الصحيح هذا. سيغلبون مش سيغلبون. وهم من وهم راعي الغنى الني. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد غلبهم سيغلبون. أي في بضع سنين. ما نقولش في بضع، ريت الكسرة كما تكونش واضحة، لا تفهمها لا فتحة لا كسرة، لا كسرة مخلوطة بسكون. لا في بضع. في بي كما قلت في جي بي، ما هيش في بضع 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 بو، لا تفهمهاش. في بي في بي في بي. في بضع سنين. قول في بضع سنين. أي لله. ما قولش لله. لل هذه كسرة، الكسرة هي لله. قولوا لله. قولوا لله 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 لله. الخطأ لله. لل لله لله. قولوا لله لله. أي عاود في بضع يراعي الحركات الكسرة. في بضع سنين ما تقلقليش حرف الضاد. في بضع بض سكن مش بضع بضع. لا في بضع سنين. قول في بضع سنين.
أمشي. لله الأمر. ما هيش الأمر، شو عمل في الهمزة؟ فخمها. لله الأمر، الأمر، الأمر. قول. لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن بعد. ومن بعد. القلق في الدال الساكنة. ومن بعد. ومن بعد. صحيح. ويوم. ما قولش ويو، شو عمل لنا في الياء؟ فخمها. ويو. قولوا ويو. 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 الخطأ ويو. شفتوا الفرق؟ ويو. لا ويو. ويو. قول. ويو. قول أنت يا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كيف نقول بنصر؟ شو عملنا في النون؟ فخمناها. بينما الصواب بنا، بنصري. قولوا بنصري. 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 بنصر الله. بنصر الله. بنصر الله. عاود وحدك. ويومئذ اقرا. ويومئذ. ويومئذ يفرح. ما نقولش يفرح يا، لا يفرح يا، ما هياش يا، يا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر. بنا عليا. بنصر الله. رقق النون. بنصر الله. صحيح. ينصر من يشاء. وهو العزيز. سكن مش وهو. وهو لا. وهو. 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 قولها. وهو العزيز. وهو. 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 هي. وهو العزيز الرحيم. اوكي. قالون يقرا وهو لهو ثهو حيث جاءت. فهو لهو وهو. ثلاث كلمات يقراها بالاسكان. قالوا. ها. وهو العزيز الرحيم. وثم. نعم. هاي عاود. هاي وهو مرة أخرى. وهو العزيز الرحيم. صحيح. امشي. وعد الله. كيف نقول وعد الله؟ جدد تنتبهوا. وعد. شو عمل في الدال؟ فخمها. الصواب وعد. وعد الله. وعد الله حقا، أو وعد الله لا يخلف الله وعده. عاودي. وعد الله. لا دل. وعد الله اسم الجلالة كله مفخم إلا الدال مرقق. وعد هنا الترقيق، بعد نمشي للتفخيم. وعد الله. وعد الله. دل الله. دل الله. قول. وعد الله. صحيح. تمشي. لا يخلف الله وعده. وعده. كيف؟ لا يخلف الله وعده. ولا مش وعده. وعده. الهاء بينها ضعيفة. لا يخلف الله وعده. صحيح. ولكن. ما نقولش ولكن. كي هذه كسرة صحيحة. هذه يسميها كسرة مخلوطة بسكون. كي. بينما الكسرة ولكي. ولكي. ولكن. كن. قول. ولا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. همشي. يعلمون ظاهرا. ظاهرا. فخم الراء. كيف نقول ظاهرا؟ هذا ورش. قالوني فخم. يعلمون ظاهرا. رم. رم. مشرا. يعلمون ظاهرا. رن. ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن. معش قل وهم. وهم كله مرقق. وهم. 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 هاي شباب راه لازم ننزل عليك باش تجي متميز باهي. كان جا رجل كبير كحالات نسيبو. اما انت شباب امشي. قول. اي. وهم عاني. وهم عاني. وهم عاني الآخرة. لا الآخرة هذا ورش. وهم عاني الآخرة. الآخرة مفخم. وهم عاني الآخرة
غافلون. غا لا غا فخمها غا مفخمة. هم غافلون. أولا يكفي كي يعطيك الصح توا أخطاؤكم سجلين وكل غاديك ترجع لهم وتخدم عليهم أسبوع كامل مش نطوروا أنفسنا إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. اللي بعد أي مرحبا بي أي. يا معين الآية التي بعدها أولم يتفكروا. أولم يتفكروا في ما تزربش في عقلك بالآية بالآية بالكلمة بالكلمة بالحرف بالحرف. أولم يتفكروا في أنفسهم وتقفنا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما قلش في أن في أن لا في أن بين الهمزة في أنفسهم. في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما تزربش ما تزربش كي تزرب تضيعني معك واحدة واحدة. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. مسمى مكن الغنة فك الميم المشدة. مسمى وأجل مسمى. صحيح. وإن كثير لا أنت عملت الغنة صحيحة لكن زدت مد قلت وإن كثيرا لا وإن كثيرا غنة فقط ما فيش مد. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فخم الراء لكافرون. شكون يقرا هكا؟ ورش روايه ورش اللي يقرا على نافع تلميذ مثل قالون يقول لكافرون. قالون لا قراها بالتفخيم هكا قراوا على شيخ واحد هذا قراها بالتفخيم وهذا قراها بالترقيق وكلهم من رسول الله ملتمسوا. اي نعم لكافرون قالون الروايه اللي نقراو بها لكافرون ما قلش لكافرون رون ورش لكافرون رو رو فخم الراء لكافرون. اي اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. قلقل الباء الساكنه من قبل ما نقولش من قبلهم قبل لا قبل قبلهم الباء ساكنه من قطب جر بين القلقل فيها. نعم فلينظروا كيف كيفاش فينظروا قولا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لا ما ثماش القلق انت تقول من قبلهم قبل لا قول قبل قبل صحيح من قبلهم. من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار. ما قلنا الهمزة دي فوق الألف ما نمدوهاش كيف تبدأ الهمزة الهمزة فوق الألف ما نمدوهاش وقتاش نمدوها كي تبدأ على السطر وبعدها ألف حقيقة تتمد أما ما دام فوق الألف ما فيهاش مد. وآثار الأرض وآثار ما نقولش وآثار وآثار الأرض قول هاي وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم مد وجاء كم من رسول أتاهم وجاءتهم رسلهم بالبينات. أي فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا اخفي النون مع الغنة ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كافي بارك الله فيك شكرا. أي اللي بعده أي هي نفس الأخطاء تتعاود وتتكرر لكن الواحد يركز ويخدم يعمل رياضة في البيت يسمع التسجيل متاعه هاي الأخطاء متاعي فاش تتمثل نخدم عليهم عندي التفخيم كذا عليكم السلام ها اي نعم رياضة يعملها. ابن الجزري ايش قال؟ قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. رياضة فيها حفظ وفيها لسانك يتدرب شو يولي ينطق الصحيح ها فيها تركيز ها وفيها ثواب وأجر. الحرف بعشر حسنات فين هذا؟ الحرب بعشر حسنات في مقام التعليم. قال لك أما في الصلاة ف
فالحرف بمئة حسنة. في مقام التعليم الحرف بعشر حسنات، أما في الصلاة كي تضبط الحرف وتجيبها وتتدبر الحرف في الصلاة وانت تصلي، الحرف بمئة حسنة في الفرائض. اي نعم، قول ايه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. لا، الهمزة الثانية ما كانت مسهلة نوعا ما. أساءوا السوء أن لا أن هكا تسهيل، الثانية سهلتها. لا، أساءوا السوء أن كذبوا هذه مدوها حركتان أن كذبوا أن هنا بين الهمزة ونجيب إخفاء النون مع الغنة أن كذبوا هاي عود هاي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا مش أساءوا أساءوا ضم ورقق الهمزة أساءوا أساءوا السوء أن لا مديش برش حركتين أساءوا السوء أن كذبوا أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أي الله رق الهمزة اللي بدينا بها الكلمة الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. أي ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون. أي ولم يكن لهم لا ما قلش ميو علاش فخمتها مين مرقة بعدها شين ولم يكن لهم من شركائهم شركاء لا أظهر الميم عند الشين حكمها الإظهار هاي ولم يكن لهم عاود ولم يكن لهم لهم من هنا ميم وميم بعدها إدغام متماثل جيب الإدغام مع الغنة ولم يكن لهم شركائهم شفعاؤهم لا مش شفعاؤهم شفعاء وكانوا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. صحيح انت قريتها بالصحيح ما ثم اللي يقراها بالخطأ يقول شفعاء وكانوا يمدها لا ما فيهاش مد شفعاء وكانوا شفعاء وكانوا الخطأ شفعاء وكانوا لا فيهاش مد الهمزة الأولى شفعاء وكانوا أي عود هنا ولم يكن لهم ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. أحسنت. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أي نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ما نقولش يحبرون، قول يحبرون. يو نضمش فيفي ونرقق الياء. يو ما هيش يو. يو يحبرون. عود لنا الآية الأخيرة. فأما الذين يلا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فتح الله لكم وبارك الله فيك. أحسن، جيد التلاوة ما شاء الله لي. مرحبا. أي اللي بعده. أيوة. مرحبا مرحبا.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ما نقولش الآخرة الآخرة را 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 الآخرة را فقي من را ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إيه نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها با مرققة الميم موتها أي عودة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها هي. وكذلك تخرجون هي. ومن آياته ما قلش ومن من لا هذه ما هيش كسرة الكسرة هي وامي ومن آياته ومن آياته أن خلقكم تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها عودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بارك الله فيك أحسن الله إليك يا مرحبا أي أعطيني اللي بعد أي الروم رأي صعيبة بالباهية يلزمنا نخدموها بالباهية يلزمنا خدمة صحيحة كل يوم يلزمك تخدم كل يوم لتاخذوا من عندي تعاودوا 20 مرة في الدار كل يوم روانك تقول 20 رايح كيف فارغة راهو مش ما نفجعكمش فقط خاطر نعرفكم العشرين ما كنتش قاعدين تعملوا فيها والدليل على ان كثير منكم البارح غاب في الاختبار ما نعرفش شنو الاسباب انا نقول 20 هكاك اما في العاده نقول لكم اقل شيء 50 لان ثم عمر يلزم يعاود في 50 فما فوق العشرين لشكون لك الصغير مخه مازال كذا اما الكذا لا كيما سيتي انا يلزم 300 ونشوف 300 وشوف فيلزمكم تعاودوا سورة الروم هي سهلة بكل يلزم كل يوم أما كنت عدي أغلبية وقتك في الفيسبوك كنت طالع هابط طالع هابط بعد يقول لك ما لقيتش وقت هاك الفيسبوك لقيت له وقت هاك لقيت قداش نقضيه قدام الفيسبوك كلنا راهو بلا استثناء راهو الناس كلها تشوفها العين ديما خضراء تلقاهاش ديما العين ديما خضراء تعرفوها العين ما هو ديما خضراء أي نعم ما يطفيهاش بكل ديما خضرة ديما فايق ديما حاضر سورة الروم صعبة يلزمكم تخدموها بالباهي اللي يحب يحفظها اي نعم قول سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم بين غنى سيغلبون في بضع سنين صحيح لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا
يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق كيف بدأ عندك يقف هنا إلا بالحق وأجل مسمى أي. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ما شاء الله عليك يعطيك الصحة ممتاز الأحكام كلها موجود ما ينقصك إلا الحفظ ما شاء الله عليك ربي ينفع بك حسن مرحبا بك أهلا وسهلا ما شاء الله عليك هاي آية لي بعد يعطي الصحة شيء آية مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا هلا ما شاء الله عليك حارس أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي نعم. كانوا أشد منهم قوة قوة قف عليها بالسكون كانوا أشد منهم قوة كانوا أشد منهم أشد منهم قوة كانوا أشد منهم قوة أي وأثاروا الأرض وعمروا لا ما قلش وعمروها وعمروها بالتخفيف وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات صحيح فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الله يبدأ خلق الباء يبدأ الخلق عودة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم مدنا في الهاء ثم إليه ترجعون أي ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم ولم يكن لهم يكل أي النون في اللام ولم يكن يكل ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم الساعة ما فيهاش مد الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون عاود والساعة أقراها كما هي مكتوبة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ما تمدش عادي أي عودها ويوم تقوم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين أي نعم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون كيف بارك الله فيك شكرا حسن مرحبا أي دي الصح أي أي سيدي مرحبا بي أي يا معين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون أي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
يعلمون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال لتسكنوا إليها لتميلوا إليها، وش يدخل عليها بالضرب؟ ها يدخل عليها بالضرب والكلام المرزي، والله متدينين متدينين كلام مرزي. مع يدخل مع مرته يولي عفريت فرتول مسيب، مع أصحابه ونحطك يطبق الورد مشكل. قال لتسكنوا إليها لتميلوا إليها، ميول قلبي فيه رحمة وفيه محبة وفيه احترام. علاش يقولوا هكا؟ لأن نسب الطلاق في تونس تقريب أكثر دولة عربية فيها نسبة الطلاق 80%. وقتاش؟ من العام الأول، مش بعد 4 سنين و5 سنين، لا من العام الأول، من 6 شهور الأولى في المحاكم. هاي برشا عوامل، هي من بينها الربا ومن بينها الحرام، والله أعلم من عرفها وشني المصالح اللي ما بين، برشا عوامل. لكن يلزم العودة إلى الدين، العودة إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان يعيش مع زوجاته عليه الصلاة والسلام كالرحمة. شوف قال لتسكنوا إليها لتميلوا إليها وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. المودة في شهر العسل وما بعده يا حبيبة القلب، ها فابس نحبك برشا عليه، وش بيه في الحرام يقولها مع زوجته ما يقولهاش. لذلك قال مودة، المودة تكون فك العمر هذاك، والرحمة وقت اللي يبدأوا الاثنين عزيز اوكي يرحموا بعضهم، تمدلوا كويس تاي، مدلوا شربة ما تحن عليه، ريتك الرحمة، رحمة بيناتهم الاثنين. أما المودة كم اللول يا حبيبة القلب وردة حمراء، ولا ما ثماش هذا، شو يكفروني يخرجوني من الدين جملة واحدة. اي نعم هكا هو الدين متاعنا. اي نعم هكا تشوفوا في نسب الطلاق، ادخل مبتسم هكاي لزوجتك وقل لها كلمة باهية وكذا، لا يدخل فردول داخل الدار. اي نعم قولي. وجعل بينكم مودة ورحمة، ورحمة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله فيك، شكرا. أيا ننتقل إلى حصة التكرار، حصة